وحول آخر تطورات الأزمة السودانية، حيث أعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عن ترحيب السودان بمساهمة مصر في حل الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تؤثر أيضا على مصر. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أكد مالك عقار ترحيب السودان بالدولة المصرية في أي مبادرة لحل الأزمة، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول تأثيرا في حل الأزمة السودانية. نرحب بمساهمة مصر في معالجة المشكلة السودانية، لأنه المشكلة السودانية في المقام الأول بتأثر السودان، ثانيا بتأثر للدولة المصرية، وهي أمامك هسي المعاناة اللي بيحصل هنا والعدد الكبير الذي يدخل هنا والمحددات الأمنية التي تصاحب ذلك. فنحن ما نتحدث، لكن نرحب بمساهمة مصر ونرحب بوجود الدولة المصرية في أي مبادرة هم عندهم المقدرة أن يشاركوا فيها، ونرحب بهم لأنه هو دولة دي الدولة الأكثر تأثيرا في حرب السودان. بالنسبة للقتال ليس هنالك، لا تستطيع أن تضع سقف للقتال، من السهل جدا أنك تبتدي القتال، لكن من الصعب أنك تدير القتال، ومن الصعب أنك تنهي القتال، لأن هنالك أوامر أخرى لا تراها تصهر في أثناء القتال، إدارة القتال وفي أثناء إنهاء القتال.